الآن منطقتي أولاً منطقة أفجدر يعتبر من أشهر المناطق اللي موجودة على أرض اسطنبول. الميزة بهذا المشروع أنه تخيل المشروع عبارة عن 4 مباني، مجموع المساحة البناء 9600 متر مربع. نحن حالياً موجودين في هذه النقطة، هون مكتب المبيعات، خلف على التمام هو المشروع. المشروع مؤلف من 4 مباني: A1 بلوك، B1 بلوك، A2، B2. المباني الأماميات من حيث الكونسبت هوم أوفيس، فيك تاخده بغاية مقر عملي لشركة أو فيك تأجره للطلاب اللي موجود في هذه المنطقة. تحت على التمام موجود عندي شوبينج مول، استطاعة الشوبينج مول 75 محل تجاري، من ضمنها في عندي كار باركينج اريا استطاعتها 50 مصف. هل مساحة الشوبينج مول توتالي 3500 متر مربع. هلأ الارتفاع المباني من كل الأطراف 8 أدوار فقط. بأعلى المباني الأماميات موجود أنا عندي تراسات مشتركة، بهالتراسات رح يكون في عندي فعاليات بيزنس لانج اريا، ورح يكون أيضا عندي في غرف اجتماعات قابلة للتأجير. مثال، أنت عندك مكتب أخذته أو أجرته لشركة، ولكن حجم الشقة مش كافي لعدد الضيوف اللي رح يجوا. أنت فيك تعمل ريجستريشن من الريسبشن الموجود في المبنى وبتستأجر على مدى الساعة. عم نحكي على الساعة 20-30 ليرة، مبالغ رمزي جدا، يعني 10 دولارات 5 دولارات مينيموم. هاي هي الفكرة. هلأ إذا جينا للناحية للجنب لهالطرف، أنا بكل بنايتين يعني الواجهات الأمامي العمليات، الواجهات الخلفي السكني، every two block بنايتين موجود عندي one entrance main entrance. معك access card فيك تتجه بشكل فوري للطرف الهوم أوفيس، أو فيك تتجه بشكل فوري للطرف السكني فورا. مدخل الباركينج عندي من هذا النقطة، مدخل الباركينج، الباركينج تحت الأرض 2 floors، ما عندي مشكلة في الباركينج أبدا، لأنه أغلب مشاكل اللي عم نصادفها في شركات بناء الآن إنه مساحة الاستطاعة والاستوعاب والتصنيع ما كتير عم يطابق بعضها. ولكن هون مينيموم لكل شقة عم يطلع 1 car parking area، وطبعا على حسب أحجام الشقة عم يكتر أكتر. هلأ بمنتصف المشروع، يعني إذا جينا لداخل المشروع على اللاندسكيب، في عندي مساحة 1500 متر مربع، من ضمنها في عندي باركور للمشي، جرين اريا، فوتبول، باسكتبول، تنس كورت، متعدد الاستخدامات. ايضا في منتصف المشروع موجود عندي الفاسيلتيز اريا، مسبح نص اولمبيك، انفينيتي بول، مسبح للاطفال. في كل مبنى في المداخل اليمين والشمال، يعني في كل مبنى موجود انا عندي فيتنس بلاتس يوغا اريا، موجود عندي غرف بخار، موجود عندي ساونا. نحن قلنا انه ارتفاع المبنى 8 ادوار، ولكن نحن من اعتبارا الدور الرابع مطلين للبحيره والبحر بشكل واضح. عم نبتعد ببعد خط نظري فقط 1.7 كيلومتر، وببعد واقعي 2.4 كيلومتر. وضوح اكثر، باعلى المباني السكنيات موجود عندي ايضا تراسات مشتركه. بهالتراسات فيك تتخيل كاكتيفيتيز اريا، موجود عندي سينما صيفي، موجود عندي باربيكيو اريا، اماكن للاستراحه، وبلاي ستيشن روم للاطفال اللي موجود هون. هلا الفكره المهمه في هذا المشروع اللي اخذت جائزه ذا بيست كونسبت بروجكت اوورد اوف ذا يير من قبل الحكومه، هي اخذت الجائزه مشروع انه في عندي غرف فندقي قابل للتاجير، انه كل احجام الشقق ممكن من بعض الاوقات تستضيف اشخاص رح يبقوا عندك في الشقه. اوكي، هلا الفكره انه فيك تعمل حجز من الريسبشن على عدد الاشخاص وتواريخ قدومهم، فيك تسكنهم بمبالغ رمزي جدا، يعني اذا كان منطقه افجلر هي منطقه فنادق ايضا 500-600 ليرة، هون عندي مينيموم ماكسيموم الليرة 70-80 ليرة الليلة، يعني مبالغ رمزي جدا. هاد خاصة خدمة هذا المشروع، يعني أي شخص من خارج المشروع مستحيل يجي ويستخدم التفاصيل. هاي فكرة مهمة بالنسبة لك. أيضا الأرض اللي أمام مشروع هو جرين اير، يعني رح يبقى هيك بالمخطط الحكومي كمان أيضا هيك. وأيضا هاد المرحلة الثانية لمشروعي كلت، ولكن هون عندي الارتفاع أنا فقط 3 أدوار، يعني وبالأخص أنه الأرض انحدارني للأسفل، يعني أنا من اعتبار مشروعي من نقطة مشروعي وما بعد انحدارني للأسفل، يعني لما بيكون رخصك 3 أدوار فقط ما بيغطي أمامك ولا طابق. هاي فكرة حلوة بالنسبة لكل مالك اللي رح يأخذ منه عشاء. في عندي محطة مترو أمام المشروع، يعني مثل ما شفنا أنه هون مشروع وهون محطة المترو. هلا محطة المترو رح يكون أمام المشروع في هذا الكورنر، اللوحة الحمراء اللي موجودين فيها. هلا بهذا الكورنر اللي موجودين فيه رح يكون فقط على بعض نص دقيقة، بموقع رسمي للبلدية، بموقع رسمي للحكومة، فيك تشوف أنا موجود مخطط مترو
بسنة 2023 حيكون جاهز للتسليم. هو أيضا المكان اللي نحن موجودين فيه موجود أكثر من 22 نقطة public transportation. يعني نحن عم نبتعد عن مين رود أو عن هايوي E5 هايوي فقط بمسافة 5 دقائق أو بعد واقعي 3.5 كيلومتر فقط. أيضا جامعة اسطنبول بهذه الجهة بهذا الواي في منتهى هذه الطريق إلى بعد 3 كيلومتر فقط موجود أنا عندي مقر جامعة اسطنبول. جامعة اسطنبول نحن عم نحكي عن هذا المقر النفوس الدراسي اليومي 18,000 طالب. يعني هون بالنسبة لكل مالك اللي رح ياخد عم يسأل سؤال أنه هون منطقة جديدة تم اكتشافها حديثة ولا موجودة، لا هي منطقة يوم يوم موجودة، منطقة مركزية ولكن كان ممنوع بناء فيها مشاريع سكنية. ليش؟ لحفاظا على المستوى البنائي أو التخطيط العمراني. ولكن بكل الشوارع إذا شفتها فقط ارتفاع المبنى 4 أدوار، ما في رخص أكثر أعلى. لذلك هلا بهذا الوجهة يعني من اعتبار المشروع إلى الأمام الدولة اتخذت قرار تجديد المنطقة، سمحت لكل شركات بناء بوجود بهذه المنطقة. نحن ثالث شركة بناء موجودين في هذا اللوكيشن. هي بالنسبة لكل مالك بالنسبة لهم مهم. ليش؟ لأنه مستقبليا البحيرة رح يكون قناة اسطنبول، بوسفور الثاني لتركيا لاسطنبول. بعد الأسعار طبعاً عم بيختلف حسب الوضع العمراني اللي موجود هون. نحن عم نبتدي هلأ بأسعار منخفض، طبعاً مستقبلياً مع بناء مشاريع متتالية رح يرتفع أسعار المنطقة أكثر وأكثر. وفعلياً نحن كمشروعي أرخص من غير مشاريع اللي موجود في هذا اللوكيشن مينيموم يعني في فرق بيناتنا شي حوالي 45-50% فرق السعر. طبعاً مع خطة الدفع رح أعطيك يعني. يا طبعاً شكراً.